ادي الاهلي كيان كبير جدا جدا. وانا بقول لك يا سام اللي انا شفته امبارح، ويمكن الجمله اللي خرجت بيها ان اللي بيجي بيجي واللي بيروح يروح ويفضل ويبقى هو الكيان. ودي مختصر يمكن كلمه الكابتن محمود الخطيب، وان دايما كل من ينتمي للنادي الاهلي، كل من ينتمي للنادي الاهلي يكون له الفخر والسعاده. وزي ما بقول لك يعني هو الموضوع، واحنا نتطرق من خلال ضيوفنا برضه هنتكلم على موضوع اللي بيشغل الراي العام بشكل كبير، وهو طبعا موضوع رمضان صبحي. لكن خلينا نتكلم ونقول ان فرحتنا امبارح كانت كبيره جدا، وان كلنا كنا فخورين، والضيوف اللي كانوا معانا كمان كانوا تحس بالفخر وتحس بالسعادة ان هم بيتعاونوا مع شعار او قيمة كبيرة زي قيمة النادي الاهلي، وده اللي اتكلمنا عليه. واسم النادي الاهلي كبير، وان شاء الله باذن الله سيبقى الاول دائما على مستوى القارة الافريقية، وكمان في مصاف الاندية العالمية باذن الله. النادي الاهلي كيان كبير كلنا بنحبه. تعالي نروح لاخبارنا. اخبارنا بقى هنبداها برضو من التدريبات. أكيد. تدريبات فريقنا، فريق الكوره الفريق الاول اللي حضر جزء منها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. حضر النهارده جزء من التمرين، كان التمرين بالليل الساعه 5 النهارده، استعدادا طبعا للمواجهه القويه بكره الاهلي والانتاج الحربي على ملعب الأهلي واستاد السلام. بكرة أول مباراة رسمية هتقام على ملعب الأهلي واستاد السلام بإذن الله. كابتن محمود الخطيب كان حاضر النهاردة مع لاعبتنا، اتكلم مع فايلر، وكان يمكن النهاردة كمان كان في جلسة سريعة كده عقدها رئيس الأهلي مع الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر. مهم جدا لما احنا كنا موجودين في الملعب وبنشوف الكابتن الخطيب ورؤساء الأندية اللي مروا على النادي الأهلي بيجوا وتابعوا وبيكون موجودين في الملعب، الروح المعنوية بتعلى جدا جدا جدا، وبنحس فعلا قد ايه ان احنا عيله واحده، وان كمان الناس المسؤولين سبورتنج جدا لينا وموجودين. فزياره النهارده الكابتن محمود الخطيب برضو ليها رسائل كبيره جدا، ان هو ورا فرقته، ان هو ورا لعبته، ان هو سبورتنج جدا ليه، بيناقش كمان المدير الفني ايه اللي ناقصه، بيكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ايه الشؤون الاداريه في الخطوه اللي جايه. احنا عندنا مباراه مهمه جدا بكره، ايه استعداداتنا على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري، كل دوت بيتابعه الكابتن محمود الخطيب. ده زي ما بقول لك بيدي انطباع كمان للمدرب، المدير الفني نفسه لما بيلاقي رئيس النادي بنفسه بيحضر. وخلي بالك الكلام ده ما بيحصلش كتير في اوروبا، يعني في اوروبا قليل جدا لما رئيس النادي بيجي ويحضر. لكن على المستوى احنا عارفين هنا في مصر دايما الحاله النفسيه بتاثر بشكل كبير جدا على اللاعب، وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، كمان وجود كابتن محمود الخطيب وبيقابل فايلر والجهاز الفني زي ما احنا شايفين وبيتابع معاهم، ده كمان بيدي نوع من انواع الثقه للمدير الفني، بيدي نوع من انواع كمان الاحترام الموجود. فيعني انا بقول لك ان النادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم، ويعني نستعد بيتفاهم كل التحديات المحيطه حواليه. طبعا 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 كمان كابتن الخطيب انت عارفه يا سهام اسم كبير في عالم كره القدم، يعني مع كل طبعا الاحترام لكل رؤساء الانديه، لما بيكون رئيس نادي فعلا رمز من رموز الكوره في النادي ولعب وكان احسن لعيب في افريقيا واسم كبير جدا، حتى الولاد لما بيشوفوا في الملعب، المدير الفني لما بيتكلم مع اسطوره من اساطير كره القدم ما بيكونش كمان في خلاف في وجهات النظر، يعني حتى لو اتكلموا في الكوره هيبقى لغه الحوار مقبوله ومعروفه. أيوة. غير لما يكون رئيس نادي ما لعبش كوره. فكل دوت كل ده متوفر في النادي الاهلي، وكل دوت الحمد لله مجلس ادارتنا بيقوم بيه بشكل جيد جدا. طيب احنا بنتكلم عن اخبار لسه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ريني فايلر المدير الفني للاهلي كان حريص من خلال جهازه المعاون